كيفاش نختاروا الشتله ديالنا من لا بيبينير ديال لافوكا، شنو هما اهم الميزات اللي خصهم يكونوا في هذيك الشتله اللي غادي ناخذوا للضيعه ديالنا؟ وتفضل سي احمد. شكرا سي محمد. بالنسبه للشتله، حنا دابا كاين واحد التضارب في الافكار كلها على حساب كوميرسياليزاسيون. كاين اللي عنده بيبينير، اللي صحاب لي بيبينير مثلا مشكورين، راهم تيوجدوا لنا وتضربوا ثمره وتيوجدوا لنا شجر، جزاهم الله خيرا. ولكن حنا كيفاش تخير الشتله ديالك اللي هي مناسبه اللي ما تمرتكش، اللي تزرعها وتحطها مثلا في الارض ديالك وغادا تنمو وغتجاوبك انت كتخدم وهي كتجاوبك، انت كتعطيها لانكدا كتجاوبك، كتعطيها الماء كتجاوبك، كتزبرها كذلك كتجاوبك. اذا كاينه شي خصائص اللي خصهم يكونوا متوفرين في الشتله. اولا بالنسبه للشتله، ملي كنقولوا مشيت البيبينير انا وشريت شجر، راه ما كنشريش لابارتي ايغيان، ما كنشريش البلاصه اللي فوق الارض، كنمشي للبيبينير باش يعطيني لو سيستيم غاسينير، باش يعطيني الجدر، هذا هو المهم. ومن خصائص الجدر انتم كتشوفوا الجدر كيفاش لي راسين ديالو داير، هادو هما اللي تيعاونوها. ملي كتشوف لي شيفولي تري امبورطون فهاد هاد الشعيرات ديال الامتصاص والجدر مهم، انت باقي في الميكا وباقا وشوف البياض اللي كاينه في هاد الغاسين هادي، فراه كيعني ان هاد الشتله راه هي لي ديال، هي الشتله اللي خصك تزرع زياده على لوطرون. شوف لوطرون كيفاش مدير الجذع، واللي اكثر اهميه وهو لو بوين دو غريفاج. قرب يا سي محمد، هنا تشوف النقطه ديالها كيفاش مسوديه، يعني النقطه اللي كيلقموا فيها ديال التلقيح ديال اللقمه كيفاش مسوديه، اون افينيسيون اونتر لو بور دو غريف اي لا فاريتي، يعني ما كيداخلها لا ريح، ما داخلها حتى شي حاجه. فبهذا هاد الشجره هادي كتكون اندمد مالادي، ما فيهاش الامراض، نقيه، زرعها بوجهك حمر كما كنقولوا. ثانيا كاين بعض المرات شي واحد تيجيب لك الشجر اللي هو عنده جوج متر، شجر عالي عنده جوج متر، ما نافع في والو، لانه انا الشجره ديالي باغي نفورميها لتحت، باغي نفورميها لتحت من الاول، واحد جوج ثلاثه اربعه نفورميها من التحت، ماشي تا تكبر لي الفوق وعاد نولي نقطعها ونولي عاد نهبطها لتحت وندوق معاها تماره. اللهم نربحها من البيبينير.